مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم معاي كم هيك صديق حبوب وأمور وأحلى شباب في الدنيا. بدي أسألهم شو بدهم يصيروا في المستقبل وليش. Why? What do you want to be in the future and why? آدم، أنا بدي أكون دكتور أسنان، dentist. Dentist ليش؟ Because it pays a lot. بايز الله، اوكي بجيب مصاري. انا بدي اكون مهندس انجينير عشان ابني مباني كبيره كبيره. اوكي احمد، انا بدي اكون تاكسي درايفر. ليش؟ عشان بحب اسوق. طيب بدي اكون هليكوبتر. لا لا بمزح، بدي اكون دكتوره. ليش؟ عشان اساعد الناس. حلا، شو بدك تكوني؟ انا بدي اكون مبسوطه. حلا، maybe you misunderstood the question. غلطت في السؤال، أنا بسألك شو بدك تصير. No جمال، I think you misunderstood life. صراحة فعلا هذا الإشي اللي لازم ندرسه لأولادنا، إنه لازم يعرفوا كيف يكونوا happy في المستقبل، مش كيف بس يختاروا شغل أو يختاروا وظيفة أو يختاروا عمل، لأنه أهم إشي في الحياة إنه نكون مبسوطين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك.